السلام عليكم شباب، ده الفيديو التاني ان شاء الله او الجزء التاني بتاع اول درس في السوليد جيومتري في يونت 1. ده الجزء الخاص باكويجن اوف سفير ان سبيس. مع بعض كده نشوف الاسئله، بس الاول عايز افكر الناس بشكل الاكويجن اوف سفير. لو احنا يا جماعه عندنا سفير السنتر بتاعها سميناه مثلا وليكن ال وام وان، السنتر ال ام ان والراديوس بتاعها ار. عندنا شكل الستاندرد فورم اوف ايكويشن اوف سفير اكس ماينس ال سكويرد بلس واي ماينس ام سكويرد بلس زد ماينس ان سكويرد ايكوال ار سكويرد. يعني ال والام والان دول السنتر، الار ده راديوس اوف ذا سفير. اما الجنرال فورم بيقول اكس سكويرد بلس واي سكويرد بلس زد سكويرد لازم 1 1 1 بلس 2 اكس ال plus 2my plus 2nz plus d equal 0. اتفقنا لو اداني جنرال فورم وانا عايز اطلع السنتر بعمل coefficient x divide negative 2 coefficient y divide negative 2 coefficient z divide negative 2 كده جبت السنتر negative l negative m negative n. طب لو عايز الراديوس بقى يبقى square root اللي طلعوا من هنا l power 2 plus m power 2 plus n power 2 minus d هو الرقم اللي هيبقى هنا لوحده. لذلك لازم مجموع التلاتة دول power 2 يبقى أكبر من الدي عشان ما ينفعش square root لرقم نيجاتيف، وما ينفعش يبقى قدها عشان ما فيش radius بالزيرو. طب لو عايز أطلع الدي حلينا equation طلعت l squared plus m squared plus n squared، دخلنا ده جوه لما مشينا ال square root minus r squared. تعالوا نبدأ أسئلتنا. بيقول لي the equation of the sphere whose center 2 negative 3 5 and the radius 2 root 5. واضح ان هو كتبها بالشكل الستاندرد، تعالوا نكتبها فوق. يبقى x minus 2 power 2 plus y minus negative 3 يعني plus 3 power 2 plus z minus 5 power 2 equal radius اللي هو حط ده في bracket وعليه power 2 هيطلع 20. لو بصينا في التشويسز هتلاقي الإجابة الصح هي C. السؤال اللي بعده جاي بيقول لي the equation of the sphere whose center is the origin. origin يعني 0 0 0 and its radius length is 3. طبعا يا جماعة السنتر الأوريجن يبقى فيش L و M و N، يبقى هتبقى X power 2 plus Y power 2 plus Z power 2 equal R power 2. هو هنا قال radius ب 3 يبقى x power 2 plus y power 2 plus z power 2 equal 3 power 2 اللي هي 9، يبقى b. question 3 the equation of the sphere whose center is the origin برضو 0 0 0 and passes through the point 3 و negative 1 و 2. احنا نعملها ازاي؟ انت اولا تقول لي يا مستر انا عايز احسب الراديوس. لو دي يا جماعه السفير اهو السنتر 0 0 0 في بوينت على السفير اسمها 3 ونيجاتيف 1 و 2، اكيد الراديوس هو الديستانس بين التو بوينتس دول، فانت هتقوم حاسبها بقانون الديستانس سكوير روت x2 ماينس x1 اللي هي 3 باور 2 بلس y2 ماينس y1 اللي هي نيجاتيف 1 باور 2 بلس z2 ماينس z1 اللي هي 2 باور 2. لو حسبنا ادي 9 و 10 كده تطلع روت 14. ده مين؟ الار. هو عايز الايكويجن، يبقى طبعا ما دام السنتر 0 0 0 يبقى مفيش ال وام وان، يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير ايكوال راديوس باور 2 روت 14 باور 2 هتطلع 14. يبقى المفروض ان الاجابه بتاعتنا اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير ايكوال 14 اللي هي سي. كويستشن 4 ده كان جه سؤال قبل كده سنة 2018 دور أول. The equation of a sphere with center 2 negative 3 4 and touches xy plane. كنا جماعة اتفقنا قبل كده قلنا في الحصة بتاعتنا ايه؟ لو انت touch ال xy plane جبت السفير وقمت حاططها كده هي touch ال xy plane، طب مش الراديوس هيكون قد الزد كوردينيت بتاعة السنتر؟ طب هنا يا مستر الزد كوردينيت بتاعتي 4، يبقى الراديوس ابسوليوت 4 اللي هي 4. فيبقى الايكويشن x minus 2 power 2 plus y minus minus 3 يعني plus 3 power 2
plus زد ماينس 4 باور 2 equal 4 باور 2 اللي هو radius باور 2 equal 16 يبقى choice C. احنا كنا قلنا يا جماعة لو قال السفير touch ال XY plane يبقى radius equal absolute الزد. طب touch ال XZ plane يبقى radius absolute الواي. طب touch ال XZ plane يبقى radius absolute الزد من coordinates السنتر. question 5 اداني الجنرال فورم of equation of a sphere وطلب مني السنتر بتاعها. المستر لسه قايلها لازم اتاكد الاول ان الاكس سكوير كوفيشنت 1 واي سكوير كوفيشنت 1 زد سكوير كوفيشنت 1 تمام. اشتغل بقى السنتر يبقى اعمل كوفيشنت الاكس ديفايد نيجاتيف 2 كوفيشنت الواي ديفايد نيجاتيف 2 كوفيشنت الزد ديفايد نيجاتيف 2. طيب لو الناس كده حسبت معايا يا جماعه هتيجي تقول لي 2 ديفايد نيجاتيف 2 بنيجاتيف 1 نيجاتيف 4 ديفايد نيجاتيف 2 ب 2 6 ديفايد نيجاتيف 2 بنيجاتيف 3. يبقى في ثانية واحدة الإجابة الصح هي C. لو أنا بقى طلبت منك الراديوس بالمرة يلا نشتغل يبقى سكوير روت اللي أنا جبتهم باور 2 ده باور 2 ب 1 بلس M باور 2 يبقى 4 2 باور 2 بلس ده باور 2 يبقى 9 ماينس D يعني ماينس ماينس 16 فبقت بلس 16. أقدر بمنتهى البساطة أحسبها تطلع لي الإجابة بتاعتي ده لو عايز الراديوس. question 6 جاي بيقول لنا يا جماعه the point A 3 و 2 1 lies not the sphere whose equation x squared plus y plus 1 squared plus z minus 1 squared equal 4. طيب بصوا يا شباب لو انا عندي السفير اهي لو انا لقيت الديستنس بين البوينت والسنتر قد الار يبقى البوينت on the sphere. طب لو لقيتها اكبر من الار يبقى outside the sphere. طب اصغر من الار يبقى inside the sphere. كل اللي انا هعمله هعوض بالبوينت دي مكان الاكس والواي والزد في الايكويجن. اشتغل كده معايا لو حطينا الاكس ب 3 باور 2 بقت 9 حط الواي ب 2 2 بلس 1 بقت 3 باور 2 برضو 9 1 ماينس 1 0 الكلام ده طلع 18. هل يا جماعه ال 18 طلعت equal 4 ولا اكبر من 4 ولا اصغر من 4؟ هتقول لي مستر لا ال 18 معديه ما دام عدت يعني فوق خالص كده كبيره يبقى مستر outside the sphere عشان طلع اكبر منها. لو طلعت 4 بالظبط كانت بتحقق الايكويجن فهتبقى on the sphere. لو طلعت اقل من 4 يبقى inside the sphere. question 7 the radius length of the sphere كذا لسه عاملين واحده شبه اتاكدنا 1 1 1 يبقى نعمل ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2. انا كده بجيب السنتر تطلع هنا ده ديفايد ده ب 1 هنا كده 3 10 ديفايد نيجاتيف 2 نيجاتيف 5 ده السنتر. هو عايز الراديوس المستر قال سكوير روت اللي طلعوا باور 2 بلس بعض 1 باور 2 ب 1 بلس 3 باور 2 9 بلس نيجاتيف 5 في براكت باور 2 25 ماينس دي اهو يبقى ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس 1. لو حد شاطر حسب دي هيلاقي الانسر ايكوال 6 يبقى الراديوس 6 لينث يونتس. اللي بعده سؤال كان جه 2017 دور تاني اداله ايكوجن سفير وبيقول له هات الدايمتر نفس الستبس اللي فوق نجيب السنتر الاول 1 1 1 تمام مطمن ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 اعمل ديفايد طلعت 2 طلعت 3 طلعت 4 انت كده جبت السنتر هات الراديوس اهو عمالين نعيد ونزيد نفس الفكره عشان تخلص تهضمها. سكوير روت ده باور 2 4 بلس ام باور 2 9 بلس ان باور 2 16 ماينس دي اللي هي 4. لو حسبت الكلام ده على الكالكليتور هتلاقي الانسر 5. مين اللي طالع 5؟ ده الراديوس يا معلم. هو عايز الدايمتر الدايمتر توايس الراديوس قد الراديوس مرتين اعمل الراديوس تايم 2 يبقى الانسر ايكوال 10 سنتيمتر او 10 لينث يونتس. ده سؤال امتحان اهو سهل جدا. طب question 9 جاي بيقول لي AB is a diameter in a sphere whose equation كذا. يعني يا جماعه كان عشان بحب ارسم كروكي لنفسي جدا ادي ال A وادي ال B وقال لي ان دول diameter. ما دام diameter يا شباب ما دام ال AB diameter يبقى الميد بوينت بتاعتها هي السنتر اوف ذا سفير. فانت خليك ناصح
هو اداك الايه 8 ونيجاتيف 1 و2. هات السنتر من ايكويشن السفير هنا 5، طبعا بنعكس الاشاره او بنشوف الرقم اللي يخلي البراكت بزيرو عشان اصلا القانون بالماينس، فدي كده 5 يبقى السنتر اوله 5 الاكس كوردينيت. هنا نيجاتيف 2 عشان واي ماينس نيجاتيف 2 اتحولت بلس فيبقى نيجاتيف 2 وهنا تبقى 1. كده يا معلم عندك الاند بوينت الاولى وعندك السنتر. السنتر يقرب للديامتر 100 بوينت، يبقى نحلها زي ال 100 بوينت. انا بحب احلها منتال وتعلمنا ده، او اعمل السنتر تايم 2 ماينس الاولى. يلا ال 8 بقت 5 ناقص 3، نقص من ال 5 3 بقت 2. النيجاتيف 1 بقت نيجاتيف 2 نقصت 1، نقص من النيجاتيف 2 1 بقت نيجاتيف 3. ال 2 بقت 1 ناقصت 1، نقص كمان 1 بقت 0، يبقى الانسر الصح 2 نيجاتيف 3 0. طيب كلام جميل جدا. كويستشن 10 هنركز كده مع بعض ونقرا. The equation of the sphere whose center is the origin. يعني ايه origin؟ قلنا يعني يا مستر تلات زيروهات 0 0 0 and cuts 5 units from the positive part of the x axis. بيقول لحضرتك ان السنتر 0 0 0 حلو، السفير دي cuts 5 units from the positive part of x axis. يعني يا جماعه اللي عايز يتخيلها ده السنتر اهو، وقطع من الاكس اكسس 5 لينث يونتس، يبقى ده الراديوس يا مستر. يبقى هو السنتر هو الاوريجن وقطع 5 يبقى الراديوس 5. يبقى المفروض الايكويشن طبعا ما فيش ال وام وان خلاص، تبقى اكس سكوير ما فيش بقى ماينس ال ما هو بزيرو، بلس واي سكوير نفس الكلام، بلس زد سكوير نفس الكلام، ايكوال 5 سكوير اللي هي 25. هو دخل ال 25 بالماينس فبقت اول اختيار هو الصح عشان يبقى ايكوال 0 في الاخر. question 11 if the origin برضه 0 0 0 lies on a sphere. يعني عندي ادي السفير السنتر الاوريجن لايز عليها من بره 0 0 0 والسنتر بتاعها نيجاتيف 1 2 2، قال لي يبقى الايكويشن انهي واحده؟ طب كده السنتر معايا فاضل لي الراديوس، عشان احسب الراديوس distance between two points square root ده ماينس ده باور 2 طلعت 1، بلس y2 ماينس y1 باور 2 طلعت 4، بلس z2 ماينس z1 باور 2 طلعت 4، يطلع الانسر 3. كده الراديوس ب 3 والسنتر نيجاتيف 1 2 2، يبقى المفروض اقول x ماينس نيجاتيف 1 فبقت بلس 1 سكوير، بلس y ماينس 2 سكوير، بلس z ماينس 2 سكوير ايكوال 3 سكوير اللي هو 9. لما جيت انا وانتم نركز لقيناها ما طلعتش c، المفروض لو هندخل ال 9 جوه تدخل بالماينس، دي بلس. يبقى هو يا مستر مش عايزها ستاندرد، هو عايزها جنرال. تعالى اعلمك تكتب الجنرال ازاي على طول من غير ما تقعد تفك براكتات. هتكتب كده اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير. افهم بقى اللقطه دي، انا لما بيكون عندي الجنرال فورم بعمل كوفيشنت الاكس ديفايد نيجاتيف 2 يديني السنتر، المره دي العكس هعمل السنتر باي نيجاتيف 2 يديني كوفيشنت الاكس. نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 2 بقت بوزيتيف 2x، 2 باي نيجاتيف 2 بقت نيجاتيف 4y، 2 باي نيجاتيف 2 بقت نيجاتيف 4z. انت كده كاتب ايه يا معلم؟ كاتب الجنرال. فاضل المفروض نقول بلس دي ايكوال 0. مش انت الدي لسه قايل في اول حصه او اول الفيديو قانون ال سكوير بلس ام سكوير بلس زد سكوير ماينس ار سكوير، كنا لسه قايلين من شويه طلع زيرو. اذا ما عديش دي يبقى ايكوال زيرو، يبقى الاختيار الصح هو دي اخر واحده. ماشي question 12 جاي الراجل بيقول لنا the equation of the sphere اداني السنتر و pass it through the point. طب ما خلاص يا جماعه سهله، اداك السنتر اهو 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1، اداك البوينت اللي على السفير نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. محتاج احسب يا مستر الراديوس. لو الناس الشطوره حسبت معايا الراديوس، انا عمال اعيد الستبس عشان الناس خلاص بقى تثبت في دماغها. سكوير روت اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2 اداني 9، بلس واي 2 ماينس واي 1 باور 2 اداني 4، وراجعوا الحسابات ورايا، بلس زد 2 ماينس زد 1 باور 2 اداني 0. فطلعت الانسر روت 13 ده الراديوس. لو هي ستاندرد المفروض تبقى x ماينس 1 سكوير بلس y بلس 3 سكوير
بلس زد ماينس ماينس 1 يعني بلس 1 سكوير ايكوال ار سكوير. يعني على فكره لو هي ستاندرد كانت دي صح اهي، بس ايكوال ار سكوير فكان المفروض تبقى ايكوال 13. يبقى دي يا مستر مش ستاندرد، او الاجابه بتاعتها دي مش صح. طب دي يا مستر لا مش ظابط الاكس والواي بتوع السنتر، يبقى هو عايزها جنرال، يبقى نتعلمها تاني. لو ما فهمتش اللي فوقيها هيتعلم دي. ازاي اكتب الجنرال؟ بقول اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير، اضرب السنتر في نيجاتيف 2، 1 باي نيجاتيف 2 بقى نيجاتيف 2 اكس، نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 2 بقت بوزيتيف 6 واي، نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 2 بقت بوزيتيف 2 زد. فاضل يا هختار دي يا دي. اللي هيفرق الدي، انا لسه كاتبها لك فوق، الدي بتساوي السنتر باور 2 1 باور 2 بلس 3 باور 2 9 ها بلس ان باور 2 1 ماينس ار باور 2، ار باور 2 يبقى 13. خلي بالك انت عندك الار بروت 13، ار باور 2 بقت 13. لو حد جدع حسب ده معايا تطلع نيجاتيف 2، يبقى الدي بنيجاتيف 2 ايكوال 0. ماشي النيجاتيف 2 هناك هيطلع الانسر سي اللي هو ودى 2 الناحيه الثانيه. يا ريت يا جماعه نتعلم الحركه دي بقى خلاص. كويستشن 13، الراجل جاي بيقول لنا ايه؟ ذا ايكويجن اوف ذا سفير، اداني الدايمتر. طب ما سهله قوي يا جماعه، مش عايز اضيع وقت برضه فيه. ادي السفير، اداك الدايمتر ايه؟ بي، اداك كوردينتس الاي 7 1 نيجاتيف 4، كوردينتس البي 3 نيجاتيف 1 2. طب ما تيجوا ننجز نقول فكرتها وخلاص. ده دايامتر، انت محتاج السنتر والراديوس. السنتر ميد بوينت الدايامتر 7 بلس 3 ديفايد 2 يديني 5، 1 بلس نيجاتيف 1 ديفايد 2 يديني 0، نيجاتيف 4 بلس 2 ديفايد 2 يديني نيجاتيف 1. انا كده جبت السنتر. الراديوس هتحسب الديستانس بين السنتر والاي او السنتر والبي بقانون الديستانس يطلع الراديوس، او تحسب لينث الدايمتر اي بي لو انت مش واثق في السنتر، واللي يطلع ديفايدد 2 يديك الراديوس. بعدين تقوم كاتب الايكويشن بتاعتك، هتلاقي الاجابه الصح طلعت دي من غير بقى ما نضيع وقت كتير فيها. طبعا واي باور 2 بس عشان هنا بزيرو، مفيش واي ماينس زيرو ملهاش لازمه. كويستشن 14، ذا راديوس لينث اوف ذا سفير هوز ايكويشن كذا. يا مستر تاني، يلا تاني وتالت، سكوير روت ال باور 2، هنا السنتر 2 و4 و5. ايه ده هو اصلا كمان جايب لي الراديوس جاهزه. لا ده ايه اللي احنا هنعمله ده؟ ده كده جايب الايكويشن جاهزه، x minus 2 باور 2 بلس y minus 4 باور 2 بلس z minus 5 باور 2 ايكوال 64. طب ما المفروض ايكوال r باور 2، يبقى ال r بس سكوير روت ال 64 تطلع الانسر 8. مش محتاجين اي حاجه طبعا تاني. الكلام ده لو كانت جنرال فورم، هو مداني هنا ستاندرد فورم. The area of the sphere. طب اولا قانون ال area of the sphere 4 pi r square. يبقى حضرتك يا مستر محتاج تطلع ال r. العيال الشطرة عارفين ان كده السنتر الاوريجن، فيبقى هي دي ال r لو راحت الناحية التانية. طب الناس اللي مش لاقطينها هيشتغلوا قانون ال r عادي جدا، square root l power 2 plus m power 2 plus ان باور 2، مفيش اصلا اكس واي وزد، دول باور 2 ف 0 بلس 0 بلس 0 ماينس دي يعني ماينس ماينس 25، هيلاقي الراديوس ب 5 اللي هو ده ار باور 2 فعلا. تاخد ال 5 ترجع تحطها هنا فبقت 4 باي في 5 باور 2. طبعا 4 في 5 باور 2 طلعت 100، وتسيب الباي زي ما هي، يبقى الانسر بتاعت حضرتك 100 باي. كويستشن 16، الفوليوم بقى كلنا عارفين وحافظين قانون الفوليوم equals 4 over 3 pi r power 3. انت يا مستر مديني هنا الايكويشن اوف ذا سفير على شكل جنرال، اطلع السنتر الاول ومنه الراديوس، ديفايد نيجاتيف 2 ما دام اتاكدت 1 و 1 1 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2. اصبح الشكل، يلا نكتب دلوقتي كده، السنتر هنا 2 هنا 4 هنا نيجاتيف 5. يبقى ازاي اطلع الراديوس يا مستر؟ سكوير روت يلا السنتر باور 2، 2 باور 2 4 بلس 4 باور 2 16 بلس 5 باور 2 25 ماينس دي، يبقى ماينس ماينس 36 يعني بلس 36. لو حسبنا الكلام ده
ادي 20 45 81 يطلع radius 9. خد ال 9 عوض بيها مكان ال r تبقى 4 over 3 في باي في 9 باور 3. لو يا جميل حسبتها على مهلك وبالراحه هتلاقي الانسر 972 باي وما تتخضش من الارقام الكبيره. بعدين 17 بيقول لي ان البوينت نيجاتيف 2 و 4 وام لايز فين يا مستر؟ اون ذا سفير هوز ايكويشن كذا. ما دام البوينت على السفير يبقى بتساتسفايز الايكويشن بتاعتها بتحققها، يبقى من حقي اعوض بيها مكان الاكس والواي والزد. يلا كده لو حطيت الاكس نيجاتيف 2 بلس 2 خلاص راحت 0. لو حطيت الواي ب 4 ماينس 1 ب 3 باور 2 بقى 9 بلس. لو حطيت الزد بام بقت ام ماينس 3 باور 2. كل ده ايكوال للرقم اللي هو قايله 25. خلاص يا شباب بقت ايكويشن عاديه، مشي ال 9 بالماينس بقت ام ماينس 3 سكوير ايكوال 16. يا سيدي المعلمين الباور 2 عكسها سكوير روت، بس لما تحط السكوير روت بايديك بيبقى بوزيتيف نيجاتيف، بتقوم جاي قاسم لي الصفحه نصين، يا اما الام ماينس 3 ايكوال بوزيتيف 4 اللي هو سكوير روت ال 16، يا اما ام ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 4. ماشي دي بالبلس يبقى الام ايكوال 7، ماشي دي بالبلس يبقى الام ايكوال نيجاتيف 1. لو بصينا على التشويسز يبقى الانسر الصح 7 اور نيجاتيف 1، الاجابتين ينفعوا. طيب كلام جميل جدا. اللي بعدها يا شباب بالراحه بقى كده مع بعض. كويستشن 18 ده جه في سؤال في امتحان 2021 دور اول، اداله ان البوينت دي برضو lies on the surface of the sphere whose equation كذا. اذا انا مستر من حقي اعوض بيها، خلاص خلصنا بقى. يلا يا جماعه ساعدوني، حط مكان الاكس 7، 7 ماينس 4 ب 3 باور 2 بقت 9 بلس. حط مكان الواي نيجاتيف 2، ماينس 2 بقت نيجاتيف 3 باور 2 برضو 9. حط مكان الزد 2 بلس 1 ب 3 باور 2 برضو 9. كل ده ايكوال كي باور 2. 9 بلس 9 بلس 9 ب 27 ايكوال كي باور 2. عكس الباور 2 سكوير روت بوزيتيف نيجاتيف، فبوزيتيف نيجاتيف سكوير روت 27 3 روت 3. هو عايز ابسوليوت فاليو كي، يعني عايز الاجابه اللي بالبوزيتيف بس، يبقى الانسر 3 روت 3. حلو جدا جدا جدا. كويستشن 19، اتمنى الناس تبقى فاهمه كل حاجه بتتقال. The center of a sphere has a diameter ends A و B. خلاص بقى خلصنا، ادي السفير، ادي الـ A وادي الـ B، دول الـ ends الـ end points بتوع الـ diameter. يبقى السنتر هو الـ mid point. خلصنا يا جماعة بقى. هنعمل 3 plus 5 divided 2 يديك 4. negative 3 plus negative 1 divided 2 يديك negative 2. 2 plus 2 يديك 4 divided 2 يديك 2. يبقى الإجابة هي C وأنت مغلط. Question 20. Question 20 جاي بيقول لي يا شباب equation of the sphere اداني السنتر واداني الاريا. طب بالراحه معايا، مش انت عارف يا معلم ان قانون الاريا 4 باي ار سكوير؟ اساوي الرقم ده بال 4 باي ار سكوير، يعني اقول ايكوال 100 باي. شيل الباي مع الباي، ماشي ال 4 بالديفايد، ار سكوير ايكوال 100 ديفايد 4 ب 25 سكوير روت، وطبعا بوزيتيف بس عشان ما فيش ريدياس بالنيجاتيف. يبقى يا جميل انت جبت لي الريدياس ب 5. يبقى الايكويشن بالستاندرد فورم اكس ماينس 2 باور 2 بلس واي ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس 1 باور 2 بلس زد ماينس 4 باور 2 ايكوال ار باور 2 يعني 25. الناس لو بصت هتلاقي الاجابه الصح هي ب. السؤال اللي بعده. The sphere lies between the two planes z equals negative 1 and z equal 5 and has center 2 و negative 1 و k. يبقى الكي بكام؟ يا جماعه بالراحه كده بيقول لك ده السنتر 2 و negative 1 و k، والسفير دي ما بين بلين اسمه z equal negative 1 وبلين اسمه z equal 5. طب انا كده كده مديك الاكس والواي، ناقصني الزد كوردينيت. طب ما اكيد يا مستر هتبقى السنتر هي الميد بوينت ما بين الاثنين دول، ما بين البلين اللي بنيجاتيف 1 والبلين اللي ب 5. اقوم عامل 5 بلس نيجاتيف 1 يديني 4، 4 ديفايدد 2 يطلع الكي ايكوال 2 في ثانيه واحده من غير اي حوارات.
هنا بيقول لي السنتر اوف ذا سفير. طب اولا ما فيش كوفيشنت الاكس يبقى 0، فيش كوفيشنت الواي يبقى 0، كوفيشنت الزد ديفايد نيجاتيف 2 طلع ب 1. 0 0 1 الله، ولا في اكس ولا في واي، يبقى اكيد البوينت دي موجوده فين، او السنتر ده عباره عن بوينت. ما دام ما فيش اكس ولا واي بس في زد، اكيد ابو المساطر يبقى موجوده على زد اكسس. حلو جدا. كويستشن 23 جاي بيقول لنا دي الايكويشن اهي، طالب الفاليو اوف كي كود بي مين في دول؟ طب بالراحه يا شباب، 1 1 1 تمام، يلا ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 بقى اسمها 1 ونيجاتيف 2 و2. لو تفتكروا انا كنت اديتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا، انا قلت لك ان الريديوس المفروض يبقى سكوير روت ال باور 2 بلس ام باور 2 بلس ان باور 2 ماينس دي، وقمت قايل لك لازم مجموع الثلاثه دول يبقى اكبر من الدي عشان ما ينفعش الريديوس يبقى 0 او نيجاتيف، وما فيش سكوير روت لنيجاتيف. لو عملت ال ال باور 2 يطلع 1، ام باور 2 يطلع 4، ان باور 2 يطلع 4، مجموع الثلاثه دول 9، يبقى لازم الدي يبقى رقم اصغر من 9. الرقم الوحيد في دول اللي اصغر من ال 9 هو ال 5. عشان كده الاجابه دي مش اجابه اكزاكت، هو ممكن ارقام كتير 5 4 3 8، عشان كده قال لك كلمه could be. حلو. question 24 بيقول لي السفير اللي انا كاتبها قصاد عينك دي touches مين؟ طب ما هو بالراحه يا جماعه كده وبالعقل، انت عندك السنتر هنا اولا كام؟ 3 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 1. طب الراديوس سكوير روت 25 5. الله، ده طلع الراديوس ايكوال ابسوليوت الواي، ابسوليوت الواي يبقى تاتش الاكس زد بلين. اهو حاجات سهله قوي، ابسوليوت الواي يبقى تاتش الاكس زد بلين. كويستشن 25 which of the following represents a sphere its center lies on z axis and touches the xy plane. كنا قلنا قبل كده ما دام السنتر موجود على الاكس اكسس على الزد اكسس وتاتش الاكس واي بلين، يبقى يا مستر السنتر 0 و0 ورقم، والراديوس هو ابسوليوت فاليو الرقم ده. فانت لو جيت تبص معايا مين هنا السنتر بتاعه 0 و0 ورقم، ركز يا مستر، هنا السنتر 0 0 0 لا مش شغاله، هنا السنتر في اكس لا يا مستر انا المفروض في زد بس، هنا السنتر 0 و0 خد كده بالك، لو عملنا ده ديفايد نيجاتيف 2 يديني 5. طب ممكن هنا السنتر 0 و0 ديفايد نيجاتيف 2 يديني 5. الله، مين بقى في دول؟ احنا قلنا ان لازم الراديوس يبقى ابسوليوت السي. طب هنا الراديوس باور 2 ب 25 يبقى الراديوس ب 5، هنا الراديوس ب 0 اصلا مفيش الكلام ده، يعني ايه راديوس بزيرو؟ فطلعت يا مستر سي فعلا ان الراديوس ايكوال ابسوليوت السي، فيبقى الاجابه الصح هي سي. طيب كلام جميل جدا. السؤال اللي بعده بيقول لي the x axis touches the sphere whose center 2 و3 و4. يعني انا عندي سفير السنتر بتاعها 2 و3 و4، وبيقول لك ان السيركل دي او السفير دي تاتش الاكس اكسس. انا عايز الناس بقى تفكر معايا بالعقل كده، لما انت السفير بتاعت حضرتك تاتش الاكس اكسس يبقى الراديوس بكام؟ تاني نقولها تاني بالراحه، لو انت السفير بتاعتك تاتش الاكس اكسس يبقى انت الراديوس بتاع حضرتك هيطلع كام؟ طب يا شباب معلش قبل ما نكمل السؤال ده، احنا هنرجع بس للسؤال اللي قبليه، في حته صغنونه كده قلناها مش مظبوط. احنا افتكرنا ان ده ستاندرد فاحنا قلنا ان دي الار باور 2 فتبقى الار ب 5، لا الكلام ده مش مظبوط. احنا نرجع تاني محتارين بين ده وبين ده. انا عايز اعرف انهي واحده فيهم الراديوس ايكوال ابسوليوت السي، يعني ان الراديوس تطلع ب 5. طب انا عشان اجيب الراديوس من الجنرال فورم ايكوال سكوير روت ال باور 2 بلس ام باور 2 بلس ان باور 2
ماينس دي. طب انت عندك هنا الدي في السؤال ده لو دخلتها جوه تبقى نيجاتيف 25 فيبقى بالبلس، فتطلع الراديوس روت 50، لا مش هتديني 5. اما هنا الدي مفيش دي اصلا بزيرو، دي لو اتحسبت فعلا الراديوس يطلع ب 5، يبقى هي الاجابه الصح هي دي ان الراديوس ايكوال ابسوليوت السي. نرجع بقى لمسالتنا تاني، استفيد ايه لما قال لي ان السفير تاتش الاكس اكسس؟ طب يا جماعه لما السفير تاتش الاكس اكسس يبقى الراديوس بنجيبه بايثاجوراس، الحته اللي اتعلمناها في الجزء الاول من الدرس. يعني علشان اجيب الراديوس بكام؟ اعمل سكوير روت واي باور 2 بلس زد باور 2 ما دام تاتش الاكس الحرفين التانيين، يطلع الراديوس ايكوال كام؟ ايكوال 5. طب عندي سنتر وعندي راديوس، اكتب باي طريقه؟ طبعا مش جايه ستاندرد عشان المفروض هنا ار باور 2، يبقى جايه جنرال، اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زد سكوير. يلا اضرب السنتر في نيجاتيف 2 بقت نيجاتيف 4x، في نيجاتيف 2 نيجاتيف 6y، في نيجاتيف 2 نيجاتيف 8z، يتبقى الدي ايكوال ال سكوير بلس ام سكوير بلس ان سكوير ماينس ار سكوير. لو حسبنا الكلام ده هلاقي الدي طالعه بوزيتيف 4 ايكوال 0، يبقى الاجابه الصح هي سي. كويستشن 27 اداني ان السيركل السفير دي هي ايكويشن اوف سفير اللينث اوف اتس راديوس ايكوال 5 لينث يونت، يبقى الكيب كام؟ طب يلا عشان اجيب الراديوس اجيب السنتر الاول 111 في الامان، ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2، طلعت هنا 2k، ده ديفايد نيجاتيف 2 ب 2k، هنا بقت نيجاتيف 2 نيجاتيف 8 ديفايد نيجاتيف 2 بقت 4. حلو جدا يا مستر، يبقى عشان اجيب الراديوس بقول سكوير روت ال باور 2 بقت 4k باور 2 بلس ام باور 2 اللي هي 4 بلس ان باور 2 اللي هي 16 ماينس دي اللي هي هنا k. هو اداني ان الراديوس ب 5، يبقى مكان الراديوس احط 5. يلا ايكويشن مشي السكوير روت بالباور 2 بقت 4k باور 2 ماينس k. يلا بقى نشتغل 4 بلس 16 ب 20، هدخلها 25 بالماينس بقت ماينس 5 ايكوال 0. هنبدا حضراتنا بقى نحل دي مود 5 3. طب لو احنا عملناها يا جماعه مود 5 3 طبعا هتحط انت ان الاي ب 4 كان طبعا الكي هي الاكس بتاعتك عشان الناس بس ما تتلخبطش، دي كانها كوادراتيك ايكويشن عاديه جدا. انت دلوقتي عندك الكي كانها هي الاكس، فانت هتحط الاي ب 4 والبي بنيجاتيف 1 والسي بنيجاتيف 5 ايكوال ايكوال، هيطلع لك اجابتين هتلاقيهم 5 اوفر 4 اند نيجاتيف 1. طبعا الكي ده كوردينيت عادي ممكن بوزيتيف ممكن نيجاتيف. كويستشن 28 ده جميل قوي، بيقول لي اف واي اكسس انترسكتس ذا سفير هو سنتر از 3 نيجاتيف 4 12. يعني مثلا يا شباب كان دي السفير ده السنتر بتاعها 3 نيجاتيف 4 12، قال لك الواي اكسس جت انترسكت السفير قطعتها كده اند اتس راديوس 13، راديوس السفير دي ب 13. بيقول لي قطعت السفير في 2 بوينتس، بوينت اسمها ايه وبوينت اسمها بي، يبقى الاي بي بكام؟ انا عايز الناس تشغل ذكائها معايا بقى. انت دلوقتي البوينت اي والبوينت بي موجودين على الواي اكسس، ده معناه ان الاكس بتاعتهم بزيرو والزد بتاعتهم بزيرو. يبقى انا يا مستر اول حاجه هعملها هكتب الايكويشن، ايكويشن السفير دي اكس ماينس 3 سكوير بلس واي ماينس نيجاتيف 4 يبقى بلس 4 سكوير بلس زد ماينس 12 سكوير ايكوال ار سكوير 13 سكوير 169. طيب وبعدين ما دام ال A وال B موجودين على السفير من حقي اعوض بيهم، اعوض بايه؟ اكيد يا فالح قلنا ما دام على ال Y اكسس يبقى ال X ب 0 وال Z ب 0. يلا يا معلم لو حطيت ال X ب 0 بقت 0 ماينس 3 باور 2 بقت 9، ال Y عايز اطلعها، ال Z ب 0 0 ماينس 12 باور 2 بقت 144، كل ده ايكوال 169.
9 plus 144 يطلع 153. ماشيها هناك بالماينس. 169 minus 153 يديني 16. يبقى y plus 4 all power 2 ب 16. هضطر اقسم الصفحة نصين. يا اما y power 4 equal positive square root 16 اللي هي 4. يا اما y plus 4 equal negative square root 16 يعني negative 4. من هنا يبقى الواي ب 0. من هنا يبقى الواي ماشي دي بالماينس نيجاتيف 8. ارجع لرسمتك. يبقى كده اول بوينت 0 0 0. تاني بوينت 0 0 او لا خليه دي اللي نيجاتيف معلش مثلا. 0 نيجاتيف 8 0. تاني بوينت 0 0 0. المسافه ما بينهم 8 يونتس. ما هي الفرق الوحيد الواي هنا بنيجاتيف 8 والواي هنا ب 0 يبقى الديستنس ما بينهم 8 length units. يبقى يا شباب لما يقول لك y axis تعوض ال x ب 0 وال z ب 0 في equation sphere. قال لك ال x axis اللي عمل intersection يبقى تعوض ال y ب 0 وال z ب 0 في equation sphere. question 29 بيقول لي التو spheres دول ادي واحده وادي الثانيه هل touching externally touching internally intersecting distant. طبعا يا جماعه انا عارف ان انا بجيب center 1 وcenter 2. لو طلع الديستانس بين التو سنترز ايكوال ار1 بلس ار2 يبقى تاتشنج اكسترنالي. طلع الام ان ايكوال ار1 ماينس ار2 يبقى تاتشنج انترنالي. طلع الام ان اكبر من ار1 بلس ار2 تبقى ديستانت. طلع الام ان اكبر من الماينس بس اصغر من البلس يبقى انترسكتنج. يبقى انا عايز اجيب ام ان وعايز اجيب ار1 وار2. يلا يا جماعه نشتغلها بالراحه. تعالوا كده نمسح دي عشان نكتب هنا. هنشتغلها بالراحه نجيب السنتر والريديوس بتاع كل حاجه فيهم. يلا كده الناس الشطوره معايا. question 29 هنا 1 1 1 عشان جنرال فورم تمام. ديفايد نيجاتيف 2 للاكس ديفايد نيجاتيف 2 للواي ديفايد نيجاتيف 2 للزد. طلع السنتر 1 و1 ونيجاتيف 1 دي كده هكتبها ام. طب ريديوس 1 طبعا تعالوا ننجز بسرعه سكوير روت L power 2 plus M power 2 plus Z power 2 أو N power 2 أدي كده 3 minus minus 1 اللي هو minus D فبقت square root 4 يعني 2. ده الـ M. الـ N بقى اللي هو السنتر التاني 5 negative 2 0 5 negative 2 0 radius 2 طبعا equal R power 2 يبقى square root 4 يطلع 2. تعالى بقى نحسب الـ MN عشان نقارنها بقى بالـ R1 plus R2 أو الـ R1 minus R2. الـ MN يا جماعة بحسب distance between two points square root x2 minus x1 power 2 يبقى 16 plus y2 minus y1 power 2 يبقى 9 plus z1 minus z2 power 2 يبقى 1. صح كده؟ أدي 9 أدي 16. حلو. لو حسبنا الكلام ده طلع root 26. روت ال 26 يا جماعة 5 بوينت حاجات. إذا كان R1 بلس R2 لو عملناها تطلع 4. ده معناه إن الـ MN أكبر من R1 بلس R2. ده معناه إن الـ 2 spheres are distant. distant يعني عاملين كده بعاد عن بعض. أدي R1 وأدي R2 الـ MN أكبر منه. آخر سؤال كان جه في امتحان 21 دور أول. بيقول له if M1 و M2 are two spheres touching internally. أول ما قريت الكلمة دي قلت له يبقى الديستانسها بين M1 M2 اللي هي كأنها MN يعني equal R الكبيرة minus R الصغيرة. ما دي touching internally ده قانون. أما touching internally تبقى externally تبقى plus. بيقول لي إن الـ M1 الدهاني والـ M2 الدهاني و R1 الدهاني وناقص R2. طب ده سهل قوي. أسئلة الامتحانات جميلة. أحسب الأول الديستانسها between the two centers square root x2 minus x1 power 2 هيطلع لك 1 يبقى كده أول واحدة هنا ب 1 plus y2 minus y1 power 2 برضو 1 plus z2 minus z1 طلع على الكالكليتور root 2 power 2 تبقى 2. لو حسبنا الكلام ده على الكالكليتور root 4 اللي هو 2. كل ده المفروض equal r1 هو قال لك ال r1 ب 8. خلي بالك قال لك ان الار1 هي اللي اكبر من ار2 عشان كده بدانا بيها ماينس ار2 في ثانيه واحده 8 ماينس كام يديني 2. اكيد يا مستر 8 ماينس 6 هو ده سؤال الامتحان يا باشوات.
فكرة جميلة وسهلة وبسيطة، تبقى بس عارف ان التاتشنج انترنالي بيبقى الديستانس بين التو سنترز ايكوال ار 1 ماينس ار 2. اتمنى يا جماعة الشباب يبقى استفدنا كويس من الفيديو ده. في طبعا حاجات كتيرة على الايكويشن اوف سفير، وزي ما قلنا بس المسألة اللي هو احنا عدناها تاني اللي هي كانت اخر واحدة هنا، الجزئية بس اللي احنا ما كناش عاملينها مظبوط، اسمعها برضو كويس تاني. اتمنى تبقى استفدت، ولو عندك اي مشكلة ابعت لي على طول. توفيق يا شباب، سلام عليكم.